صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا هيئة ولا صورة ولا جسم ولا أعضاء له، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى في الاعتكاف في المسجد والاشتغال بعلم الدين وانتظار الصلاة الثانية، فذلكم الرباط. فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. أحبابنا الكرام، ما زلنا في شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية المشهور باسم حديث جبريل. سنقول الحديث ثم نشرع من حيث وصلنا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، وهذا ما شرحناه في الدرس الماضي. الإيمان بالله أي أن تعتقد جازماً بوجود الله تبارك وتعالى، وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من خلقه، لا يشبه الإنس ولا الجن ولا الملائكة، ليس نوراً بمعنى الضوء، خلق الأجسام اللطيفة والكثيفة فلا يشبهها، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. فقال له: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. حديثنا اليوم في الدرس الثالث من شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية، الكلام عن الملائكة الكرام. قال الحافظ النووي رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم وملائكته. الملائكة جمع ملك، أي
يجب الإيمان بملائكة الله أي بوجودهم. والتاء في كلمة ملائكة ليست للتأنيث، هذه للدلالة على الجماعة. هذه التاء ليست للتأنيث وليست للوحدة، هذه للدلالة على الجماعة. وأنهم أي الملائكة عباد مكرمون، وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تبارك وتعالى أعطى الملائكة وظائف، الله لا يحتاج إلى أحد. ليس كما قال ابن تيمية الحراني أن الملائكة أعوان الله، يعني جعل الله محتاج للملائكة، والاحتياجية تنافي الألوهية، فهذا الكلام مخالف لعقيدة المسلمين. الله تعالى جعل أعطى الملائكة وظائف، بعض الملائكة يدبرون الريح، بعض الملائكة يدبرون المطر والنبات. هذا المطر الذي ينزل ينزل بكيل معلوم، الملائكة تكيله وتنزل به حيث أمر الله تبارك وتعالى. بعض الملائكة وظيفتهم قبض الأرواح، عزرائيل عليه السلام هو ملك مكرم، من سب عزرائيل كمن سب جبريل يكفر والعياذ بالله تعالى. بعض الناس عند نزول البلاء موت أحد أقاربهم يشتمون سيدنا عزرائيل، سيدنا عزرائيل يستحق أن يقال عنه رضي الله عنه، هذا ملك موكل بقبض أرواح المخلوقات. الله تبارك وتعالى جعله في هذه الوظيفة، فمن سب ملك الموت عزرائيل كان كمن سب سيدنا جبريل أو أي ملك من الملائكة، فالذي يسب ملك من الملائكة لا يكون من المؤمنين. من سب ملكا من الملائكة كفر، لأنه يعد معارضا للقرآن الكريم. فالملائكة لهم وظائف، بعض الملائكة وظيفتهم حفظ بني آدم من أذى الشياطين، لولا هؤلاء الملائكة الذين يحفظوننا من أذى الشياطين لكانت الشياطين تتلاعب بنا كما يتلاعب الأطفال بالكرة. فالله جعل على الناس ملائكة يحفظونه من أذى هؤلاء الشياطين إلا ما شاء الله أن يقع، فهذا لا بد أن يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الملائكة خلقوا من نور، وأصل هذا النور من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أصل هذا النور من الماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، فأصل كل المخلوقات راجع إلى الماء. فلما نقول خلق آدم من الطين، هذا الطين أصله من الماء. خلقت الملائكة من النور، هذا النور أصله من الماء. خلق الجان من مارج من نار، فهذا المارج من نار أصله من الماء. الماء أخرجه الله من العدم سبحانه وتعالى. فالملائكة خلقوا من نور، فهم أجسام نورانية، وهم لهم أجنحة، بعض الملائكة لهم جناحان، وبعضهم له أربعة. سيدنا جبريل عليه السلام
له 600 جناح، الملائكة يتشكلون لكن لا يتشكلون بأشكال الحية أو العقرب بصورة الأشياء الذميمة، لا يتشكلون. قد يتشكل الملك بشكل طائر جميل الشكل، قد يتشكل بشكل الرجل لكن من غير آلة الذكورية، ولا يتشكلون بأشكال الإناث بالمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج بعائشة رضي الله عنها أتى سيدنا جبريل بقطعة قماش عليها صورة عائشة فأراها للرسول صلى الله عليه وسلم، فورد بالحديث أن جبريل أتى الرسول بصورة عائشة، مش معناته أنه تشكل بشكل السيدة عائشة، لا، إنما جاءه بقطعة قماش عليها صورة السيدة عائشة رضي الله عنها، أتى بصورة وليس في صورة، بصورة غير في صورة، يعني لم يتشكل بشكل عائشة رضي الله عنها. الملك لا يتشكل بشكل الإمرأة ولو كانت صالحة. فإذن يجب الإيمان بملائكة الله، أي بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون، أصل خلقتهم من نور، كما جاء في الحديث، في حديث الصحيح الذي رواه مسلم، وأنهم، أي هؤلاء الملائكة، عباد مكرمون، كلهم أولياء، ليس فيهم من يعصي الله تبارك وتعالى، كلهم أتقياء أولياء، وهم أجسام نورانية لطيفة. الملائكة أجسام لطيفة، والدليل على ذلك أنهم يكونون معنا ولا نحس بهم. ألم يرد بالحديث أن مجلس العلم تحفه الملائكة وتتنزل عليه الرحمات؟ هم معنا ولكن لا نشعر بهم، معنا رقيب وعتيد، والملائكة الذين يحفظون الإنسان ولا نشعر بهم، هم ألطف من الهواء. لهم أرواح وهم مكلفون، لكن لا يختارون إلا الطاعة. ألطف من الهواء، ذو أرواح مشرفة، ليسوا ذكورا ولا إناثا، وقلنا ولا يتشكلون بشكل الإناث، ويتشكلون بشكل الذكور لكن من غير آلة الذكورية، أما بأشكال الإناث فلا يتشكلون. الله تعالى يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. والله تعالى قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فمن قال إن الملائكة إناث كفر والعياذ بالله تعالى، كذب القرآن، ومن كذب القرآن لا يكون من المؤمنين. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فضيوف سيدنا إبراهيم لما قدم إليهم الطعام وجد الطعام كما هو، لأن الملائكة لا يأكلون. جاء ضيفان عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، هم ملائكة كانوا، قدم لهم الطعام، ما كان يعرف أنهم ملائكة، فلما عاد وجد الطعام كما هو. الملائكة ليس فيهم شهوة للأكل، لا يحتاجون للأكل والشرب، الله أغناهم عن هذه الأشياء. فمن هنا يتبين معنا أن الملائكة لا يصومون لأنهم لا يأكلون ولا يشربون، واضح؟ وأنهم يصلون الصلوات الخمس، حتى الملائكة الحافون حول العرش
يصلون الصلوات الخمس ويتوجهون في صلاتهم إلى العرش، وإذا سجدوا سجدوا على العرش، لأن السجود لا بد أن يكون على شيء جامد فيكون سجودهم على العرش. والملائكة لا ينامون ولا يتوالدون، مكلفون يعني مأمورون بأوامر، توجهت أوامر الله إليهم، كما أن المكلف منا هو المخاطب بأمر الله ونهيه. الإنسان لا يكون مخاطباً بالواجبات وباجتناب المعاصي إلا إذا كان بالغاً عاقلاً بلغته دعوة لكم. أما الجن قالوا منذ ولد يكون مكلفاً. الملائكة يموتون وين؟ عند النفخ في الصور، إلا من استثني كحملة العرش وخازن النار وخازن الجنة وزبانية جهنم، هؤلاء قال بعض العلماء مستثنون من الموت، لكن الملائكة سيموتون. جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام حتى عزرائيل عليه السلام سيموت، ثم بعد ذلك يبعثون، أي يحيون ولكن لا يحاسبون مثلنا ولا يحشرون مثلنا. الناس كل واحد منهم يوم القيامة معه سائق وشهيد من الملائكة، فهذا عمل وظيفة للملائكة، والملائكة في الآخرة لهم وظائف، ليسوا مثل البشر. البشر قسم منهم إلى الجنة ليتنعموا فيها، منهم المؤمنون، وقسم من الناس إلى جهنم ليتعذبوا فيها، الكفار يخلدون في نار جهنم. الملائكة ليس كذلك، الآن لهم وظائف وفي الآخرة أيضا يكون لهم وظائف. جبريل عليه السلام وظيفته أنه أمين الوحي، هو ينزل على الأنبياء بالوحي من الله تبارك وتعالى، وهو موكل بالريح. وجبريل عليه السلام له جنود، هو وجنوده موكلون بالريح. إسرافيل عليه السلام ملك كريم موكل بالنفخ في الصور، منذ خلقه الله تعالى وخلق له الصور يعني البوق، واضع فمه ينتظر الأمر للنفخ فيه. ميكائيل عليه السلام موكل بالمطر والزرع، يعرف عدد قطرات الأمطار التي تنزل في كل بقاع الأرض، متى تنزل وكم عددها، ويعرف عدد كل زرع يخرج من الأرض، متى يخرج هذا الزرع، في أي ناحية يخرج. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: في كل سنة المطر الذي ينزل كميته هي، لكن يختلف نزوله في الأنحاء. الكمية المطر اللي بتنزل على الدنيا نفس الكمية كل مرة، لكن في أماكن تزيد وفي أماكن تنقص، لكن نفس الكمية تنزل في كل عام. عزرائيل عليه السلام هذا الملك الموكل بقبض الأرواح، هو يقبض أرواح الإنس والجن والبهائم والملائكة، ثم هو الله تعالى يجعل روحه
عند وقت وفاته يخرج من جسمه من غير أن يأتي ملك ويخرج هذا الروح منه. هم ننتبه إلى أمر مهم، أنه ليس صحيحا ما يقوله بعض الناس أن عزرائيل عليه السلام يقول: لو كنت أعرف أن الموت هكذا لما كنت قبضت روح أحد من الناس. هيدا كذب وافتراء على سيدنا عزرائيل، وهذا ضد الدين. هو ملك موكل بأمر الله أن يقبض أرواح الناس. عزرائيل ملك كريم ولي من أولياء الله، يعمل هذا العمل طاعة لله تعالى. هيدي الدنيا بالنسبة لسيدنا عزرائيل كالكف. كيف أنت حين تنظر إلى كفك تراها بنظرة واحدة؟ هو هكذا الدنيا بالنسبة له، فسهل عليه أن يقبض روح أي إنسان، أي بهيمة، أي جن في أي مكان في الأرض ولو كانوا كثرة. الله تعالى أعطاه القدرة على قبض أرواح الملايين في لحظة واحدة. بعض العلماء قال: أعطي من الأيدي بعدد من يقبض أرواحهم. هيك بعض العلماء قالوا، عنده أيدي يقبض بعدد من شاء الله لهم أن يموتوا. وقال بعض العلماء: له أشباح بتصرف روح واحدة فيقبض أرواح الجميع الذين حان وقت وفاتهم في تلك اللحظة. ليس ذلك بعسير عليه. وقلنا أن العلماء نصوا على أن من سب عزرائيل كفر والعياذ بالله تعالى. إجانا بهالزمن ناس قال: ما فيك تقول عزرائيل ملك الموت. قال: هذا ما ورد عزامهم. عم بقولوا هالكلام لجهلهم بالدين، مش لعلمهم بالدين، لجهلهم. لكن كعادتهم، عزرائيل عليه السلام اسمه عزرائيل، ملك الموت اسمه عزرائيل. بعض الناس بهالأيام وهم ما يقولون عن أنفسهم أنهم سلفية بقول لك ملك الموت ما اسمه عزرائيل، هذا لجهلهم بالدين. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر بالحديث أن اسم ملك الموت عزرائيل. لذلك قال العلماء: من شتم عزرائيل ملك الموت فقد كفر. قلنا بعض الناس ينكرون أن اسم ملك الموت عزرائيل، وهو ورد بحديث رواه الحافظ البيهقي يقال له حديث الصور، وفي حديث رواه الحافظ الطبراني في الطوالات، وأجمع أهل الحق على أن اسم ملك الموت عزرائيل. في التفاسير، كتب التفاسير القرآن، عند قول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، كل المفسرين عند تفسيرهم لاسم ملك الموت يقولون هو عزرائيل عليه السلام. الشيء الذي استدل به العلماء على كفر من شتم الملك هو هذه الآية. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. الله تعالى سماهم كافرين، الذي يكون عدوا لله أو الملائكة أو الرسل، وذكر من الملائكة جبريل وميكائيل، يعني وأي ملك من الملائكة من سبه كفر وخرج من الدين. من هنا يستدل: من شتم نبيا، من شتم رسولا من رسل الله،
هذا لا يكون مسلما بل يكون من الكفار. القاضي عياض نقل الإجماع على أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وكذلك ذكر ابن فرحون في تبصرة الحكام. فإذا من القرآن التفاسير كلهم، كل علماء التفاسير قالوا أن ملك الموت هو عزرائيل، الرسول ذكر أن ملك الموت عزرائيل، ونقل الإجماع القاضي عياض أن اسم ملك الموت عزرائيل. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما جاء في القرآن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الملائكة عباد طائعون. هذا هو القول الصحيح، أن الملائكة كلهم لا يصدر من أحد منهم معصية، لا معصية كبيرة ولا صغيرة، هذا هو القول الصحيح. لذلك لا حجة لما يروى في حق هاروت وماروت، هذان ملكان كريمان، من أنهما، بعض الناس بيفتروا عليهم، الله أنزلهم إلى الأرض حتى يعلموا الناس، يبينوا للناس ما هو السحر، مش لا يعلموهم لا يعملوا بالسحر، لا، لأنه في ذاك الزمن انتشر السحر، فحتى يبينوا للناس ما هي المعجزة وما هو السحر صاروا يبينوا للناس السحر. فبعض الناس يفترون على هاروت وماروت، شو بيقولوا؟ شرب الخمرة. أول شيء شو قلنا نحن؟ لا يأكلون ولا يشربون، الملائكة ما هيك؟ شو بيقولوا هن؟ قال شربا الخمر، قال ثم زنيا. شو قلنا عن الملائكة؟ ليسوا ذكورا ولا إناثا. قال شو بيقولوا كمان؟ قال شربا الخمر وزنيا، قال ثم سجدا لغير الله، يعني عبدا غير الله. الملائكة لا يصدر منهم كفر ولا معصية، لا كبيرة ولا صغيرة. كمان هم بدنا ننتبه لأمر مهم مما لا أصل له، ما قاله بعض الناس أن إبليس كان ملكا من الملائكة، وهذا خلاف ظاهر الآية، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ظاهر الآية أنه كان جنيا يعبد الله مع الملائكة. إبليس شمله الأمر لما خلق الله سيدنا آدم، فهو من جنسهم، هذا يقال له استثناء متصل. وقد يكون الاستثناء منقطعا، يعني ليس من جنسهم ولكن من جنس من يكون معهم. العرب تقول جاء القوم إلا حمارا، الحمار عادة يكون مع القوم، ولا تقول العرب جاء القوم إلا ثعبانا، بقولوا إلا حمارا بس ما بقولوا إلا ثعبانا، لأنه عادة لا يكون معهم ثعبان. فعلى الاستدلال الأول يصح أن يقول جاء القوم إلا حمارا. لماذا؟ لأن الحمار هو من جنس ما يكون مع القوم عادة. فبالآية فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. سجد الملائكة، فإذا كيف استثني إبليس هنا؟ الاستثناء منقطع، يعني ليس من جنس الملائكة إبليس، ولكن ممن كان معهم، لهذا صح الاستثناء في الآية. والدليل على أن استثناء، على أنه استثناء منقطع، الآية كان من الجن، الله أخبر أن إبليس من الجن. من هون بدنا نعقب على أمر مهم، إبليس بحد ذاته بيعرف أنه كافر. بزماننا بالقرن العشرين، والله صرنا بالقرن الواحد والعشرين، في رجل
لا علم له، وهو داعي على أبواب جهنم، ليس داعي إلى الإسلام. اسمه عمر خالد، هذا المصري الذي قيل عنه أنه مثل أبو زيد الهلالي، يحكي قصص حكواتي. هذا ما قاله لنا الشيخ عمر هاشم شيخ الحديث في الأزهر الشريف، قال عنه هذا قصصي، هذا بيحكي قصص ليس عالما. لكن في ناس هم ينشروا الفساد والضلال باسم الدين، فلا ينغر الإنسان بشكله وبكائه وتباكيه وتمثيله، لا، هذا ممثل. في إحدى محاضراته شو قال؟ هقولها بلهجته المصرية. قال: يا جماعة هسألكم سؤال، إبليس كفر أو ما كفرش؟ أنا هقول لكم الجواب، إبليس ما كفرش. قال: لأنه قال ربي بما أغويتني. ما حدا قام من الحاضرين اللي كان بملعب فطبول كبير قاعدين ناس يلبسون العمائم، ما قام واحد رد عليه قال له كذبت القرآن، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا نص قرآني. يعني في واحد عمل حاله محامي عن إبليس، هو عمر خالد. فلا عبرة به ولا عبرة بكلامه، لا ينغر الإنسان بجهله. طيب، بيسأل الناس أسئلة: ما حكم من قال عن إبليس طاووس الملائكة؟ الجواب: إذا شخص جاهل وقال عن إبليس طاووس الملائكة ولا يفهم من ذلك أنه كان رئيس الملائكة كجبريل عليه السلام أو ميكائيل عليه السلام، إنما يفهم من كلمة طاووس الملائكة أنه كان بارزاً في الملائكة، قال شيخنا رحمه الله: لا يكفر. أما اللي بيقول عنه كان زعيم الملائكة، طاووس الملائكة، رئيس الملائكة، هذا كفر والعياذ بالله تعالى. فقلنا القول الصحيح أن الملائكة خلقوا دفعة واحدة لا يزيد عددهم، الله خلق الملائكة كلهم دفعة واحدة مثل ما ذكرنا، لا يتشكلون بشكل الإناث. فالملائكة في الدنيا لهم وظائف وفي الآخرة لهم وظائف، ليسوا كالبشر. البشر في الدنيا مأمورون بعبادة الله، وفي الآخرة سيثابون على ما أطاعوا الله تعالى به في الدنيا، سينالون الثواب في الآخرة. فإذن الملائكة عباد لله مكرمون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سنكتفي اليوم إن شاء الله تعالى إلى هذا القدر، إن أحيانا الله الأسبوع القادم نكمل شرحاً عند قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاوب جبريل، قال له: وكتبه، أي الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والهدى. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك محمد
صلى الله عليه وسلم في المنام، فارزقنا يا رب رؤيته هذه الليلة وكل ليلة على صورته الأصلية. اللهم متعنا بسماع صوته الشريف، اللهم وارزقنا الحج والعمرة وزيارة نبيك محمد في المدينة المنورة، فهو القائل: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هللوا وصلوا على رسول الله.